هذه قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. نتواجد على مستوى شارع عبد القادر الصحراوي، هناك وقفة احتجاجية للسائق المهنيين سائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير، وهناك كذلك بعض المتضامنين من الساكنة اللي كيعانيوا من هذا الطريق اللي أصبحت غير قابلة للاستعمال، لأن كل حفر وللأسف غير هذا الأسبوع وقعوا جوج الحوادث مميتة. فالمئات من سيارات الأجرة واقفين في وقفة احتجاجية من أجل الايصال الصوت ديالهم للمسؤولين على مجلس مدينه الدار البيضاء اللي هما المكلفين بالشوارع الكبرى بالاصلاح. فرجال الامن متواجدين في عين المكان، ممثلي السلطه المحليه كذلك متواجدين في عين المكان من اجل تيسير عمليه المرور، لان هناك تواجد كبير وكبير جدا لسائقي سيارات الاجره. سيد باشا كذلك حاضر في عين المكان من اجل ايصال الاحتجاج. عندك 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 الله. إذن الشارع تقريبا فيه جوج ديال الكيلومتر غير قابلة للاستعمال، كلها حفر، وزيد على ذلك الإشكال الآخر هما العربات المجرورة اللي كيعانيو منها السائقين المهنيين. الطريقة ديال الاحتجاج والسبب. السلام عليكم ورحمة الله. بعدا مشكورين الإخوان على المساندة ديالكم على الصوت الشريف، توصيل الصوت الإخوان ديالنا. العجالة والظرفية محدودة، اختصار الإخوان المهنيين هنايا ناضلين، كيطالبوا بالحق ديالهم، ماشي حق اللي حق هو مشروع. المستعملين طار، حنا كنعانيو من الشارع على مستوى عبد القادر الصحراوي، يعني شوارع مزرية، شوارع مزرية، الشارع كله حفر، الشارع كله حفر، مما أدى هذا إلى 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 الكثير من الحوادث. غير هذا الأسبوع قرأت بأن جوج الحالات توفوا. ظرف 48 ساعة، كاين جوج حالات ديال الوفاة، وحالة راه باقا في لوبيطال لحد الساعة، باقا في كوم. أشنو السبب ديالهم؟ كيدي على الحفرة، كتكون الحفرة قدامه، كيهرب عليها، كيضرب ناس، والمشكل الغريب في الأمر هما ناس عابرة النهار. حنا حاولنا نفتحوا حوار مع الناس المسؤولين، لا من موجه استنجبوه، زائد ان السلطه المحليه سوبات تام. كنطالبوا لحد الساعه، كنطالبوا مجلس المدينه فتح حوار. راه واجب هذا، راه ما خاصو لا حوار لا والو. لا السلطه ديال المولاي رشيد ما كتستاهلش. لكن السلطه ما عندها علاقه بالشارع. شوف هذا مجلس المدينه هو المكلف بالشوارع الكبرى. هذا ماشي واجب. الساعه كاينين شكايات نورمالمون في الشوارع، ما خصناش ناطول نهضروا على الشارع المستعمل، راه كاع الناس كلهم في الشوارع. حنا راه فتحنا الخط، فتحنا الابواب، اكثر متضررين مشينا حاولنا، دقينا الابواب، دفعنا الشكايات، العديد من الشكايات، كلشي راه موثق عندنا. والبارح بالذات كان عندنا واحد الحوار مع الشاف ديال الجو، خرجنا بدون نتيجه، والاخ سي شفيق كاتب المحلي معنا وغادي نناقشوا على الموضوع. مرحبا سي شفيق. السلام عليكم. السلام. مشكورين. مرحبا. معكم الحاج جوبي شفيق، كاتب عام اقليمي الاتحاد الوطني للشغل المغرب. هذه الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه كنديروها على الحفار اللي سببوا لنا في عده حوادث، وهذا الاسبوع هذا ثلاثه الحوادث مميته. ثلاثه ماشي جوج. ثلاثه الحوادث مميته. الدم ديالهم سائق مهني بشكل الرخصه ديالو باش غادي يوكل وليداتو، واش الدم ديال هاد الناس هادو نخلصوا حنا؟ حنا راه مواطنين، كنخلصوا ضرائب، كنخلصوا التزامات، علاش ما توفرش لي ارضيه؟ البنيه التحتيه جد متهالكه. بارك هذا الموضوع الله يلا حشومه عيب باش نناقشوا. 2023 وحنا مقبلين 2023 واقفين نديروا وقفه احتجاجيه على شارع فيها فاري. هاد السيارات راه كلشي تهرس. راه حنا ولينا اللي صورناها كانت دول مول العبار والميكانيسيان، علاش؟ راه حنا كنمشيو في البيست هنايا، هاي الطريق هنايا كلها محفرة، علاش؟ واش جوج كيلومتر غير صالحة للسكن؟ علاش بيست كنمشيو في البيست؟ واش هاد الناس كاينين ولا ما كاينينش؟ هادشي اللي بغينا نعرفوه. غريب في الحمر، غريب في الحمر، حضاري هاد المكان هذا. هل يعقل أن خاصنا نديروا وقفة باش ناضوا على الشارع؟ نراشي قلت عيب اللي كيمروا منه الناس كاملين. دابا كيما راك ارتقيتي معنا، دابا راه لومبيلونس محبوسين،
الناس ما كيلقاوش منين يدوزوا، عيب وعار. نهضروا على شارع منين غندوزوا، عيب وعار. بغينا نعرفوا واش السلطه المحليه كتوبات مجلس المدينه، مجلس المدينه نورمالمون السلطه المحليه اللي كتفتح حوار مع مجلس المدينه. واش دابا هادشي محتاج حوار؟ دابا هذا محتاج حوار، خاص يكون عادي جدا هادشي. نعرفوا الخروج من مجلس المدينه. هذه تعتبر مصلحه عامه، ماشي مصلحه ديال شي فور اللي دايره. ما كنمشيش فيها غنسب وحدك، انا كنمشي فيها كلشي. مصلحه عامه، ولكن المتضرر الاول هو السائق المهني. انا عندي سياره بارتيكولي كنمشي غير مره في النهار ولا جوج، اما السائق المهني راه غادي جاي راه لقاوك اليومي ديالو. اقسم بالله، اقسم لك يمينا بالله، يتولى كل بريز كنخدمو. اقسم لك يمينا بالله، كنا كنحيدو لابار ديال المازوت، كنحيدو طوموبيل روسيطا اللي احنا ملزمين بها كنخلصوها. دابا اون بليز زاد عندنا واحد المساله اللي هي غريب في الامر اصاحبي، راه شي حاجه ما كتحوش بالعقل. ولينا كنحيدو الصيانه ديال الطوموبيل، كل بريز عندنا مشكل. اشنو السبب ديال هادشي؟ شارع حفره، عيب وعار. نهضر على حفره اصاحبي، عيب وعار. انا ما عرفناش، ما عرفتش شنو الحل ديال هاد المساله، ما عرفتش. انا والله ما قلت لها تفسير، انت ما قلتش حل، انا ما لقيتش تفسير، لان هادشي خاص يكون اصلا جاري بالعمل وعاد. شحال من عام دابا تقريبا هادشي؟ سخط على الله ولا سخط على المسؤولين هاد العمله هادي؟ مولاي رشيد، مولاي رشيد، مولاي رشيد، واحد الجماعة، الخبيه كان اعظم. هادشي اللي كنقولو دابا راه غير البسيط ديال الشيء اللي كنعيشو في مولاي رشيد. زائد انا دابا العربات المجروره واش نبقاو بهم الشارع الثاني اللي هو الترام، طلعوا من عندنا هنا، طلعوا من عندنا هنا. طاكسي كيس ب 100 ريال، عندهم حدود 6 البلايص كيحاسبوا على المخالفات، كلشي 18 بلاصه 50 ريال. اشنو انا غنهز؟ زائد ان انا لا العربات المجروره اللي كنتكلموا عليهم. يعني ها هي قدامكم خلاصه بخلاصه. شوف ضرب على هذاك، ضرب عليه. صور لا صور. هذا المهني راه ماشي واقف نحب فيه، راه صافي بركه. لا ما نزيدوش، غادي يفضل قهوه نزيدو واش نبغيو نصح اليوم غنخرجوا. احنا بالنسبه لنا خدموش ضايع علينا احنا، باش انا باش نضيع انا ونخلص الوسيطه اللي كتجاوزوا مازوط الى اخره. اش عندي من فائده نوقف انا هنا؟ راه الناس خصها توعى وتفهم اشنو هو. دابا المشكله في الشارع، غير باش الناس يفهموا الشارع، راه ما كتكلموش على الجهه، راه من الجهتين. المصلحه ديال المواطن من الجهتين. كيسبب حوادث مميته، راه ثلاثه الحوادث مميته في هذا الاسبوع هذا. علاش؟ الوقفه ديالنا هنا راه ماشي مصلحه، وحنا كنهضروا على الاصلاح. فين الاصلاح؟ الاصلاح اما انا راه ضايع بالنسبه لي. هي كندو فيها دقيقه ديالي، راه المخافيه كان اعظم على مستوى مولاي رشيد. مولاي رشيد العالم هذا راه غير البسيط ديال المعاناه اللي كنعانيو بها، راه ما الا البسيط. تفضل اسي جعفر. بغيت نعرف واش هذا الوالي الجديد السي مهيدي اللي قال لك جايب التفكير ديال الاصلاح، باعتبار ان هذه المدينه ميغالوبوليس او المدينه الاقتصاديه والمدينه الرقميه، واش ما داش مولاي رشيد مع العلم ان قريت واحد البروغرام عنده مولاي رشيد وعنده سيدي عثمان انه خصو يمر اهم الشوارع. الغريب في الامر هو ان هذا الشارع بالضبط ولا الان كيدوز اكثر من 90% من السيركلاسيون، الرموكات، الكيران، الكاميوات وحتى السيارات. علاش؟ لان الشارع ديال دريس حارثي مسدود، حي الفلاح مسدوده، يعني عن اخر يعني في اتجاهين بجوج، يعني كيضطر ان المواطن او السائق انه يدوز بهذا الممر. المرحله الثانيه استاذ مكمل، النقطه الثانيه بغيت نناقش معكم، علاش كيجي كيخرجوا 5 متر من الطريق ديال التراموي كيصابوا الكودرو وكيخليوش؟ علاش؟ حيت زعما هذاك تابع لمجلس المدينه. لا هذا سواء مجلس المدينه، لا لا بلاتي، نحمل المسؤوليه، نحمل المسؤوليه الكامله الى المسجد الجماعي ديال مولاي رشيد، لان اولا ما تيتصنتش وما تسمعش وما تيستجبش، ثانيا ما تيوصلش هذاك المجلس بوحدو، ما كيوصلش المعاناه لمجلس المدينه. نحمل المسؤوليه المره الثانيه السيد العامل ديال عماله مولاي رشيد. علاش؟ لانه راه شفنا هاد السيمانه خرج، ولكن مشى خرج على الانشطه ويخرج للشوارع يشوف المشاكل، شوف العزبه اللي كاينه عند تصورها تماك. شو معيب وعار ان مولاي رشيد وفي هذا الوقت 2023 وحنا مقبلين على استحقاقات كبيره وباقي هذا الشيء كيعاني. شي اش الفضيحه اللي غادي نفرحوا هنايا؟ يا من اللي غيقرب كاس العالم خاصهم يديروا واحد الباش وسدوا على مولاي رشيد من الفوق. ما تبانش انا غادي يسولونا مع العالم مولاي رشيد وسيدي مؤمن. زيد فكره اخرى انه كيخليونا لا السلطه المحليه ولا المجلس الجامعي كيخليونا نتصادموا مع الامن.
علاش كيخليو يتصادموا؟ باعتبار ان حنا غنحبسوا، حنا ما كنحبسوش، حنا ما غنتاقلوش اليوم لا ما جاناش مسؤول رفيع المستوى. ما تقولوش يا باشا وما تقولش يا العضو الجماعي، جينا رئيس مجلس جماعي ويجي ممثل مهندس مجلس مدينه كما سبق وقع وجاء وتصوف 24 ساعه، ما غاديش تحركوا من هنا. وانا كنخبر الجميع انه حنا لو غنبقاو هنا معتصمين نضروا. انا نعطيك واحد الجواب، انا نعطيك واحد الجواب. شارع بولفار دونفا اللي ما كانش فيه ديك الحفاري اللي بحال هذا الشكل، راه كله دابا تصوب، كله تعاود. علاش؟ لان ديك الواجهه ديال المدينه الدار البيضاء، انت جيتي مولاي رشيد منقول منقول، جيتي قريب الهراويين قريب مخبي، جات الحوادث حوادث تصير دون استثناء، لا بالنسبه للدرجات ثلاث العشرات بالسيارات العربيات السبب ديالهم هما الحفاري، راه 90% ديال الحوادث سببها هاد الحفاري. الانسان اللي كان غادي طبيعي في طريقه علاش غيدير كسيده؟ اذا ملي كيهرب على حفره كيهرب، باش كيضرب مواطن، يضرب موطور، يضرب طوموبيل اخرى، وهادشي مجموعه من الاشياء. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، فهذه وقفة صراحة أنا برافو لهاد الناس لأنهم ما تكلموش على المشكل اللي عندهم هما كسائقين مهني ولكن كمواطنين، جميع المواطنين اللي كيستعملوا الطريق كلهم كيعانيوا. أنا دي السؤال الموجه لمجلس المدينة، علاش شارع أونفا اللي ما كانوش فيه حفر كثيرة تم اصلاحه من ا حتى لزاد، يعني من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو؟ هذا شارع عبد القادر الصحراوي للعديد من الشكايات، احنا كذلك تكلمنا في العديد من المرات، صورنا الحفر، قلنا بان هذا الشارع غير قابل للاستعمال لانه اصبح كيشكل خطر على الجميع. هذا الاسبوع كانوا جوج ديال الحوادث مميته، ودائما مجلس المدينه في قفص الاتهام لانه هو اللي مكلف باصلاح الشوارع الكبرى للمدينه. شكون 132؟ انا كنتمنى من الجميع انهم يبارطاجيو لان هذا الاشكال غريب جدا. واش الساكنه ديال منطقه مولاي رشيد مصنفه في الصنف الثاني؟ لان كنتكلموا على بان جميع الاصلاحات كتكون فقط يعني في الوجهه الغربيه لمدينه الدار البيضاء، المعارف، الزرقطوني، بولفار دونفا، لاكورنيش، هذو هما اللي كيتم الاصلاح ديالهم. اما الشوارع والازقه، كنتكلموا على الشوارع ديال مجلس المدينه، الازقه المجلس الجماعي لمقاطعه مولاي رشيد ما نتكلموش عليه، هذاك حرير سحريره وفيلم اخر. ولكن الشوارع الكبرى مجلس مدينه الدار البيضاء وقفة احتجاجية فيها كذلك حضور ديال رجال السلطة المحلية، السيد الباشا، السيد القائد، رجال الأمن، الكل متواجد في عين المكان. إذا المئات من سيارات الأجرة تقف وقفة احتجاجية على مستوى شارع عبد القادر الصحراوي لكل حفار، جوج كيلومتر كل حفار غير قابلة للاستعمال. باش نزيدو نذكرو المسؤولين ديال مجلس المدينة بأن هذا الأسبوع جوج ديال الحوادث مميتة صراحة، 2023 وحنا على بعد أيام من سنة 2024 ومازال كنتكلموا على حفار. إذا هذه فضيحة لمجلس المدينة. سنة أنا ما غاديش نبقى نقول 2023 ولكن 2024 هذه ومازال كنتكلموا على شوارع فيها حفار، شوارع غير قابلة للاستعمال كشارع عبد القادر الصحراوي. إذا طريق تحبسات، الاحتجاج هو قانوني ولكن خاص تجاوب من طرف المسؤولين عن مجلس مدينة الدار البيضاء، لأن في الأول وفي الآخر شكون المتضرر؟ رجال الأمن والمواطنين للمصالح ديالهم معطلة الآن. أنا
إذن حادث سير ربما، نتمنى ما يكونش حادث سير، لأن حتى هذا الطريق اللي كنتكلموا عليها مثلا ديال شارع العقيد العلام أصبحت خاصة يعني بالشاحنات الكبرى. الشارع اصبح خاص يعني بالشاحنات الكبرى. هذا شارع العقيد العلام، دابا مر ما يكون ولاو تقاطع العقيد العلام مع بقاد الصحراء. دابا هذا الشارع ديال العقيد العلام اللي اصبح هو صغير اصلا، اللي ولا السكه ديال الترام، ولاو دابا كيستعملوه بزاف ديال الميك كيطلعوا معاه. الا غرموك واحد راه ما بقاش هذاك الحق منين تدوز. صافي راه واحد في العشيه ما تدوش لي زول ديبو ولا ما تدوش من حيفا ما تدوش. اما لو وقعت شي كسيده بقيتي تسمع حاجه احسن لو وقعت شي كسيده. الطريق اصلا ضيقه وغيدوز الرموك، والا وقف هذا الرموك هذا بوحدو ما دوش لا ما عنده ما تضولوش ما كاينش من خوف. المهم هي الصوره امامكم من هنا راه كيبان عرض، ولكن الهبطتين تحت صديق الطرق بسبب الاشغال ديال الترامواي، ولكن شارع اللي كنتكلموا عليه بقاده الصحراوي العديد من المرات تكلمنا بان هناك مشكل كبير، ولكن دائما لا تجاوب، لان هذه المنطقه مهمله ربما غير نافعه بالنسبه للمسؤولين على مجلس المدينه. فغادي نقول تبارك الله عليكم وبارطاجيو لعل وعسى توصل لهاد المسؤولين النائمين.